السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب، سعداء باللقاء معكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة. اللي بيحصل دلوقتي الآن على أرض الواقع تطورات هامة جدا، علشان خاطر نتأكد أن التحليلات السياسية دائما تؤدي إلى نتائج خاطئة، وما تحلل الموضوع من زاوية أحداث وأحاديث آخر الزمان تلاقي الموضوع ماشي معاك بصورة طبيعية. إيه اللي شغال دلوقتي على أرض الواقع؟ من امبارح شايفين أجواء غير طبيعية في دولة لبنان. اللي بيحصل في دولة لبنان الآن اللي فيه حالة من الخوف والرعب الكبير جداً بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية، ومعظم الدول تقريبا بصورة غير طبيعية وشبه اتفاق بيطالبوا رعاياهم بمغادرة هذه الدولة، بمغادرة دولة لبنان. والاشتباكات اللي حصلت في منطقة عين الحلوة هي السبب المعلن، ولكن الناس مش مقتنعة. الأعداد الكبيرة جدا كما يظهر أمامنا على الشاشة، هذه المشاهد اللي منذ ساعات قليلة الناس بزحمة جدا في مطار بيروت وفي الطريق بتاع مطار بيروت، في حالة من الزحام، الناس بتهرب، حتى كمان مش المواطنين الأجانب اللي في لبنان، لا ده الناس المواطنين بتوع لبنان. ايه اللي بيحصل؟ هل هذه بداية مؤشرات حرب؟ اما السعودية زي ما بيظهر قصادنا رئيس وزراء لبنان بيبحث الاوضاع الخارجية والوضع والدفاع في الاوضاع عن البلاد، وكمان الدول العربية دولة تلو الاخرى تطلب من رعاياها مغادرة البلاد، كذلك الدول الاجنبية. اذا في تحضير لحرب كبيرة اعتقد انها ستكون خلال الأيام القليلة الماضية. لما نشوف الخبر اللي بيظهر ده بيقول سيناريو مرعب للحرب المقبلة مع حزب الله، آلاف الصواريخ ستنقل الحياة إلى تحت الأرض. كلمة السر حزب الله، الكلام اللي قلناه بدأ يتحقق بقوة. حزب الله هيستخدم لاستفزاز البعداء وللدخول في حرب مفتوحة مدمرة. هتكون هذه الحرب فيها دمار ايضا ومآسي، للأسف بنقول الكلام دوت للناس في لبنان، وهيمتد الوضع السيء الى اسوأ كمان في سوريا. وفي نفس التوقيت هيشهد المفاجأة الهزيمة المدوية لليهود في ارض لبنان وفي سوريا، والكلام ده زي ما احنا شايفين شغال دلوقتي على ارض الواقع. كمان بيظهر اهو اسرائيل بتقول الاف الصواريخ ستسقط اليوم، مسؤول امني او مسؤولون امنيون يتوقعون حربا معقدة مع حزب الله. الموضوع مش هزار، الموضوع جد، وبدأوا يلوحوا بهذه الحرب. خلاص ما قاله الشيخ احمد الجهري يتحقق وبقوة حرفيا. ولو لقينا اليهود دخلوا أرض لبنان واشتبكوا مع سوريا وقاعدين بيضربوا في سوريا والأخبار بتجيلنا، تعرف على طول إن احنا دخلنا في أحداث كبيرة وبدأنا نخرج من النظري لكلام عملي على أرض الواقع. طبعا حالة من الرعب تنتاب الناس المواطنين اللبنانيين وكمان الأجانب بالنسبة لهذه الأحداث. طبعا هو مش هيقولك إن في حرب قادمة وإن احنا بنخلي لبنان من الأجانب علشان خاطر الاشتباكات اللي في عين الحلوة هذا المعلن، ولكن هو بيقولك إن هذه إجراءات احتياطية. طيب الزحام اللي احنا شايفينه في طريق مطار بيروت كما تظهر امامنا هذه المشاهد،
هل الزحام والرعب الكبير جدا جدا دوت سببه مجرد اشتباكات كلام غير منطقي، وهكذا اي حرب حقيقية. لذلك حرب روسيا واوكرانيا ديت لا اعتبرها ان هي حرب بالمعنى الحرفي للكلمة، ممكن تسميها حرب باردة، لكن حرب حقيقية على فجأة هتصحى من النوم وهتلاقي ان في غزو من اليهود للبنان ومن ثم الى ارض سوريا، ومحدش هينبهك. واحنا طبعا بنتناول زي ما انتم عارفين الاحداث والاحاديث من زاوية احاديث اخر الزمان. في طبعا سؤال الواحد بيتسأله دايما، حروب اخر الزمان. الناس معتقدة ان الحروب اللي احنا بنحكي فيها دي، اللي هي حرب اليهود مع لبنان ومن ثم مع سوريا، الناس تعتقد ان هذه حروب اخر الزمان. في خلط عندهم ما بين الحروب التي تسبق الامام المهدي وما بين الحروب اخر الزمان. اي حرب لا يحضرها الامام المهدي لا يطلق عليها حروب اخر الزمان. الحروب التي تسبق الامام المهدي هي حروب ما قبل المرحلة التي تسبق حروب اخر الزمن. ميز الموضوع ده جيدا. ظهر المهدي وحارب، يبقى دي اسمها حروب اخر الزمان. المرحلة اللي قبلها ايه؟ حروب مقدمات ما قبل الامام المهدي. بارك الله فيكم ايها الاحباب، يعني اعذرونا ان احنا النهاردة منزلين هذه الحلقة في وقت متأخر وداخل الحلقات مع بعض، يعني كمان ساعة ان شاء الله تقريبا هننزل ليكم الحلقة الرئيسية بإذن الله. تابعونا، بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.